النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 274 من صكوك السلام الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 14 من شهر فبراير الجاري إلى 15 من شهر مايو المقبل، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6% مقارنة بسعر العائد 6.35% للإصدار السابق في 10 من شهر يناير الماضي، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 269%. أكد السيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية أهمية الاستثمار في المشاريع التي تساهم في خلق الأثر الإيجابي على المجتمع، جاء ذلك على هامش إطلاق مؤسسة نواة التابعة لمجموعة جي اف اتش المالية ومشروعها نفس. احنا طبعا سعيدين اليوم بتدشين هالمؤسسة. المؤسسة تي بفكر شوي مختلف في طريقة تنفيذ المشاريع وتمويلها اللي لها أثر على المجتمع وعلى المنطقة، سواء في القطاعات التعليمية ولا الصحية ولا الثقافية. دائما الاستثمار أو تمويل هالمشاريع ينظر إليها إلى أنها هي تبرع، احنا ننظر لها أنه هو استثمار في الناس في المجتمع، وهالنوع من المشاريع اللي احنا نمولها يكون لها عوائد أيضا مادية يعاد استثمارها في مشاريع أخرى، فالأثر المجتمعي لها يكون متواصل ومستمر. وهذه كانت الفكرة مؤسسة نواة، عندهم ثلاث مشاريع يشتغلون عليها حاليا في البحرين وخارجها. أبرز المشاريع هذه هي نفس، اللي هو بتكون منتجع صحي للحالات النفسية بشكل مختلف تماما وبثقافة وتجربة فريدة على مستوى المنطقة وخارجها، وإن شاء الله نحتفل في افتتاحها قريبا. تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للجان الدائمة في 25 من شهر فبراير الجاري تحت شعار نحو بيئة اقتصادية تحتية مشجعة، وذلك بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين. للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد وليد كانو، نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة البحرين. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية، وفي البداية ما هي أبرز أهداف المؤتمر السنوي الثالث للجان الدائمة، ومن هي الفئة المستهدفة لحضور المؤتمر؟ يعطيكم العافية ونشكركم على الاستضافة. احنا نهدف إلى وضع تصورات مستقبلية من خلال هالمؤتمر السنوي الثالث للقضايا التي تتصل بمستقبل القطاعات الاقتصادية، بمعنى أن احنا علينا أن احنا نتطرق إلى بعض العقبات والتحديات اللي تعيق بناء بنية اقتصادية قوية تدعم المؤسسات في الارتقاء بالأعمال واستدامتها ونموها بعد. المؤتمر لمدة يوم واحد يكون يوم 25 إن شاء الله، بيكون في عدة ركائز. الركيزة الأولى هو استعراض إنجازات الغرفة من خلال اللجان العشرة القطاعية اللي فيها في العام الماضي، يعني في إنجازات كثيرة مهم جدا. نحن نطلع الشرع التجاري بما قمنا فيه، ففي فرصة، هي فرصة كبيرة لحضور أعضاء الغرفة. المستهدف منها طبعا كل أعضاء الغرفة كلهم في الآخر، سواء مؤسسات صغيرة متوسطة أو حتى كبيرة أو حتى متناهية الصغر، كلهم في الآخر المؤتمر يستقطبهم جميعا. والحمد لله قمنا بفتح باب التسجيل حق هذا المؤتمر. نعم أستاذ وليد، يعني ما هي أهم الموضوعات التي سيتم تناولها خلال المؤتمر؟ بيكون في محاور عديدة احنا مركزين عليها وعدينا لها فترة طويلة. المحور الأول أو الجلسة الحوارية الأولى هي بتكلم عن تشريعات الداعمة لبناء
اقتصاد مشجع. نعم. بالمعنى ان احنا داعين بعض المختصين اللي لهم مجال بالجانب التشريعي انهم يتكلمون ويستعرضون بعض الفجوات ويتكلم حتى الفرص الامكانيه تغطيتها. الجلسه الحوار الثانيه عن دور القطاع الخاص في التنميه، والجلسه الثالثه هي عن التسهيلات والمحفزات الموجوده في السوق. نعم. احنا في كل المحاور داعين المختصين، سواء كانوا اكاديميين، سواء كانوا مشرعين، سواء كانوا مصرفيين، من اصحاب الاعمال، كلهم في الاخر افكارهم تصب في تنميه قطاع اللي هو يعني بناء بنيه اقتصاديه مشجعه ان شاء الله. إن شاء الله. بالتأكيد السيد وليد كانو نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة البحرين، شكرا جزيلا لك. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية إن حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لنحو 48 عاما بلغت 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروع إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، وذلك في أكثر من 125 دولة. وأضاف أن حجم التمويلات في عام 2023 وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1,700,000,000 دولار عبر 55 مشروعا على مستوى العالم، مما يوفر التمويل لمشاريع تدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو المستدام. وأوضح أن الصندوق لديه خطة عمل مناخية تقضي بتخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي بحلول عام 2030.